حنروح سريعا لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. الصباحة التونسية سلطت الضوء النهاردة على انتخاب سعاد عبد الرحيم اللي تصدرت لائحة حزب النهضة الإسلامي في الانتخابات البلدية التونسية الأخيرة رئيسة لبلدية العاصمة التونسية، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب. وسعاد عبد الرحيم هي نائب سابق في البرلمان التونسي عن حزب النهضة الإسلامي، وساهمت بالفعل في صياغة الدستور الجديد لتونس، وذلك بعد تفوقها في الانتخابات على مرشح حركة نداء تونس. لموند الفرنسية تناولت الأزمة السياسية في ألمانيا، وكتبت إن كل من المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووزير داخليتها قد توصل بالفعل إلى اتفاق حول قضية الهجرة لتتمكن ميركل من إنقاذ ائتلافها الحكومي اللي كاد على وشك التفكيك. الاتفاق حسب صحيفة لموند بيحث على تقليص أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا، وده بإنشاء مراكز عبور على الحدود بين ألمانيا والنمسا من أجل استيعاب طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا والمسجلين بالفعل في بلد أوروبي آخر، وده بانتظار ترحيلهم إلى هذا الأخير. الديلي تليجراف نشرت مقال بعنوان شرب 6 فناجين من القهوة يوميا قد يقلل من مخاطر الموت المبكر. الصحيفة بتقول إن في دراسة بالفعل حديثة توصلت إلى نتيجة مفادوها إن شرب 6 فناجين على الأقل من القهوة يوميا قد يساعد الناس للعيش مدة أطول. وقارنت الدراسة بين عدد الوفيات لنحو 500,000 شخص في منتصف العمر ومسنين بريطانيين وبين عدد من الفناجين اللي بيشربوها من القهوة يوميا، وجدت أن أولئك اللي بيشربوا من 6 إلى 7 أكواب من القهوة يوميا كانت نسبة إصابتهم بأي مرض على مدى 10 سنوات أقل 16% من أقرانهم اللي لم يشربوا القهوة بتاتا. وأفادت الدراسة أن أولئك الذين كانوا يشربون 8 فناجين من القهوة يوميا أي أكثر مرتين من كمية الكافيين انخفضت معدلات الوفاة لهم إلى 18%.